مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيحاولون طمس الاختلاف حتى يجعلوا المسلمين الذين يتحدثون في الدين يبدون كالمتعصبين أو المتخلفين. سيقولوا لنا أن الخلاف هو خلاف على الموارد الاقتصادية أو الهيمنة العسكرية، ولو صدقنا ذلك سوف نصبح لعبة في أيديهم، وعندها لا نلومن إلا أنفسنا. ولا يمكن أبدا سد الفجوة بين الطبيعة البشرية والحياة الحديثة عن طريق التجارة الحرة، لا يمكن. الدين والدولة، الدين والدولة ما لهمش غير مفهوم واحد، القرآن. ولا يمكن أن نفصل بين الدين والدولة، لا يمكن، القرآن. مش على طريقة الملوك والعبيد، لا، القرآن. ألام الحياة العصرية لا تعالج بإلغاء القوانين أو الخصخصة أو الانفتاح أو خفض الضرائب. ولا يمكن أن نقضي على ألام العيش في العالم الحديث عن طريق المجتمع الليبرالي، لا يمكن. والدليل على ذلك سقوط المجتمعات الليبرالية، سقوط اللاهوت المسيحي، سقوط الغرب.